وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارضة الأستاذ لبيد السميدعي. أهلا ومرحبا بك. بداية أستاذ لبيد، بعد الانتصار الذي حققته الثورة في إسقاط حكومة علاوي، إلى أي مدى ترون أن المنتفضين مؤهلين لخوض التصدي لجولة جديدة من جولات الألاعيب السياسية للأحزاب في ظل الحديث عن ترشيح بعض الأسماء المرفوضة سابقا كأسعد العيداني مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الانسحاب علاوي ما هو إلا نصر جديد يحققه المتظاهرون ضد إرادة المنطقة الخضراء وإرادة النظام السياسي الفاسد. والنظام السياسي الفاسد سيجرب أكثر من علاوي، سيجرب ربما عيدان وربما مصطفى الكاظمي وربما السهيل وربما غيرهم. كل والهدف من النظام السياسي القائم هو اللعب على الوقت، محاولة استهلاك وقت أكبر وقت مدة فترة ممكنة. يراهنون على تعب المتظاهرين، والمتظاهرون لن يتعبوا. مقاومة المتظاهرين فولاذية، وقطاعات واسعة من الشعب ستنضم إلى المتظاهرين، لأن البلد يمر بأزمة كبيرة. هناك اليوم أشرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، قالت بالحفل واحد أن البلد يمر بانهيار اقتصادي، وأكد هذا الكلام العرجي. بهاء العرجي قال أن العجز في الميزانية تجاوز 50 تريليون دينار، وهذا مبلغ ضخم كبير جدا. والبلد يمر أيضا في النفط، أسعار النفط تتراجع، والبلاد تمر بأزمات مختلفة. هناك تخبط وهناك تناقض فيما بين الأحزاب السياسية. المتظاهرون سينتصرون، وكثير من القطاعات الشعبية، قطاعات الشعب العراقي المتفرجة أو المحايدة أو التي تنتظر فقط تترقب، ستنضم، لأن الضرر سيصل إليها. طيب، موقع المونيتور الأمريكي يقول أن البرلمان في العراق ربما يحل نفسه، يعني إلى أي مدى يعني ترى أن هذه الأحزاب المتكالبة على السلطة والتي تصارعت على المناصب في حكومة محمد توفيق علاوي يمكن أن تفقد نفسها مقاعدها في البرلمان؟ أنا أستبعد جدا أن يقوم البرلمان بخطوة كهذه. النظام السياسي لن يصلح نفسه من تلقاء نفسه. هذا النظام يعرف أنه نظام فاسد ونظام مهترئ، ويسير بالاتجاه المعاكس لإرادة الشعب ولمصالح الوطن. الفراغ السياسي بالحقيقة قائم منذ أكثر من شهرين، وما يجري حاليا هو لعبة مضحكة. علاوي لم يستطع أن يشكل حكومة ويكلفون شخصا آخر، وإذا لم يستطع سيكلفون شخصا آخر، وهلم جرى العملية. هذا مخالف للدستور. الدستور تم ضربه في عرض الحائط. ما يجري الآن بالحقيقة هو يمارسه أي نظام استبدادي. النظام المنطقة الخضراء نظام استبدادي لا يختلف عن نظام الطغاة حاليا. يستخدم الميليشيات، يستخدم الأحزاب الفاسدة، يستخدم العسكرة الشارع من أجل أن يديم حالة يديم بقائه. وستستمر هذه الحالة إلى أن إما أن يسقط النظام وينهار النظام انهيارا كاملا، بعد أن تتضاعف إرادة تتضاعف حجم الثورة، ويتم ويصل تصل البلد إلى حالة انهيار تام في جميع القطاعات، أو أنهم سيحاولون الوصول إلى انتخابات صورية، انتخابات شكلية يسمونها انتخابات مبكرة شكلية، وسيفوزون أيضا بالانتخابات مع ترقيع هنا وترقيع طيب يعني هناك. فرضا حل البرلمان نفسه، يعني هل سنشهد سيناريو جديد لما حصل في الانتخابات السابقة ونجد هنالك شراء للمناصب مرة أخرى؟ وهل تتوقعون أن الشارع العراقي سيسكت على هذه الحالة إن حصلت أم لا؟ الأجواء الحالية في العراق على المدى المنظور، الأجواء ليست مناسبة لقيام ديمقراطية حقيقية ولقيام انتخابات نزيهة. لماذا؟ لأن من يملكون الأموال والمليارات هم الذين سيفوزون بالانتخابات، والأحزاب الفائزة هي التي والأحزاب الحاكمة حاليا هي التي تمتلك المليارات، وهي التي تسيطر على حقول أو على آبار من النفط، وهي التي تمتلك المال. هذا من ناحية، وهي أحزاب مدججة بالسلاح، وكون وجود ميليشيات وعصابات مسلحة هذا يمنع حدوث
انتخابات نزيهة، لأن هذه بالقوة تستطيع أن تسيطر على صناديق الانتخابات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كل المنظمات الدولية، باكو منظمة دولية تتجرأ في الإشراف على الانتخابات، أي انتخابات مبكرة، في ظل وجود عسكرة لهذا الشارع. هناك أكثر من 60-70 ميليشيا مسلحة. كيف تستطيع أي منظمة إنسانية أو هيئة الأمم المتحدة أو أي جهة مستقلة، كيف تتجرأ أن تبعث مبعوثيها أو مفوضيها إلى العراق من أجل الإشراف على انتخابات، من أجل أن الخروج بانتخابات نزيهة؟ لا يمكن قيام انتخابات نزيهة سواء كانت مبكرة وعلى مدى ما لم تحل الميليشيات، جميع هذه الميليشيات، وما يتم تجريد، ما لم يتم تجريد الأحزاب من أموالها وإسقاط هذه الأحزاب، لن تكون هناك أي أجواء مناسبة وموائمة لقيام انتخابات نزيهة تؤدي إلى بناء برلمان حقيقي يسير بالأمور إلى تشكيل حكومة وسلطة تنفيذية تقود البلاد إلى طيب. إلى زياد الجنابي القيادي في تحالف القوى يقول أن العملية السياسية اليوم في العراق هي عبارة عن مسرحية، يعني هل تتوافقون مع حديث الجنابي؟ وهل تقاسم الأحزاب والكتل الأدوار، هل تتقاسم عفوا الأحزاب والكتل الأدوار في هذه المسرحية، بحيث أن استقالة علاوي كانت فصل من فصول هذه المسرحية؟ بالضبط، هي مسرحية، وما كشفه علاوي وإن كان الكلام الذي تكلم به كلاما مقتضبا، لكن علاوي فضح هذه المسألة. علاوي قال ان الكثير من ان عده احزاب وقفت عقبه امام تشكيل هذه الحكومه لانهم طالبوا بالمحاصصه، بالعوده الى المحاصصه. علاوي مطالب بالمناسبه بالكشف عن تفاصيل جهوده ومحادثاته مع الكتل السياسيه والمشاكل التي واجهها، واعتقد انه سيكشف عن هذه الحقائق قريبا. وهذا يؤكد بأن المسرحية قائمة، يعني الأحزاب لن تتخلى عن المحاصصة، لا يمكن أن تتخلى عن المحاصصة، لأنها هي التي تعتاش على المحاصصة وهي التي تعتاش على الانقسام الطائفي الحاصل في المشهد السياسي العراقي. التكليف بديل عن علاوي، يعني بأن البديل لا بد أن يكون أكثر مرورة من علاوي فيما يتعلق بشروطه بخصوص المحاصصة. نعلم وسمعنا عن علاوي بأنه اشترط عدم وجود محاصصة وإنما تكنقراط، لكن مع ذلك لم ينجح بذلك. أي بديل سواء كان عيدان أو غير عيدان معناها سيكون أقل مرونة من علاوي فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم، عضو التحالف الوطني العراقي المعارضة الأستاذ لبيد الصميدعي، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك.